موقف المصريين مقدر قوي والله. يعني انا بقول لكم ان تحملكم ده في جبر خاطر كبير قوي ليا انا شخصيا، في جبر خاطر كبير جدا، وانا ما بقولش كلام، يعني انا عارف ان الظروف صعبه، عارف يعني، وعارف ان الناس تبقى مستحمله وساكته ده كتير، بس اللي انا عايز اطمنكم عليه ان احنا مش سايبين حاجه نقدر نعملها وما بنعملهاش. ويعني لما بقول الكلام دوت مش هقول الاعلام يقول او ما يقولش، لكن عايز اقول لكم ان احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان ندخل كميات من الاراضي الزراعيه في اقرب فرصه ممكنه.